أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ويستحيي نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 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 أن أرضعيه
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم.